غزينو يا غزينو، السريعة يا السريعة اللي لا تفكرت في العائلة. قلت لك يلا تفكرت العائلة حقها، شنو ذنب جدها، شنو ذنب خالها، شنو ذنب عمتها، شنو ذنب جدها. ايوا السريعة، ملي كنتي كطلعي في اليوتيوب وكتجبهي لينا، انا عندي غوز، هي عندها حمار، انت عندك الغابة، انت عندك زرق، انت عندك هادي. ديك الساعة مش كتفكري العائلة، وانتي بعدا واش معترفين بك العائلة ديالك اللي غديري من الحساب؟ انتي ما عندكش العائلة، مقطعة عائلتك كلهم خاصني معاك، مكحلاه مع العائلة. ودابا طلعت كتجبي، قالت لك حقك كتبكي باش تعرفوها منافقة في الفيديو ديالها كتبكي، والفيديو ديال الرويدة السيل عاطيها التكركير، فهمت؟ سطة باش تعرفوها، كانت غير كتحك البصلة على عينيها وكتطلع تمثل عليكم ديك دموع التماسيح حق عائلتي. تفكرت عائلتي شنو الذنب ديالهم، وانتي نهار اللي سيطوك عائلتك ما تبعوكش، اول مرة دخلتي على مفرقة عروسة، حتى واحد ما سول فيك، حتى واحد ما جا عندك، حتى عائلتك ما كيعترفوش بك، ما عطيتش اصلا قيمه، مشوهه بيهم وطيحه منهم اصلا. داركم جايين عليك، مشيتي داركم وما صورتيش في داركم، هادي هي جوج. طلعت نافقي المتتبعين حق عائلتي، فكرت شنو ذنب فلانه، شنو ذنب فلانه، شنو ذنب كوريطه. وانت السريعه هاد المشاكل كلهم باغهم وكتقلبي عليهم. من الاخر كاين شي وحده كتعرف راجل مزوج وبولادو وباغي يرجع مراته، هادشي صرت عليك نهار الاول وموافقة. يعني انت داخلة على ود الحرب، وداخلة على ود واحد الخدمة كتأدي واحد المهمة ديالك، كيسيقوا بك اليوتيوب كيما بغاو، وكتدخل لهم ادسنس. هادشي الدور ديالك انت السريعة، وتحرضي دوك البنات يخرجوا يضربوا في الام ديالهم. واحد القضية الناس اللي كيقولوا لي لا حقا، تما كتنتقدوا يسرى، ويسرى قاصر، خاصكم تدافعوا على يسرى بحال آية. ما تقارنوش آية بيسرى، آية شكل ويسرى شكل. هي بغات تاخذ حقها، والديها باغين ياخذوا حقها، واقفين مع المساكن باغين ياخذوا حقها. اما هاد المفرقع وبنت رويدة ستيل، رويدة ستيل هي ما مسوقاش للشرف، يكون الشرف ولا ما يكونش، هي ما مسوقاش ليه، وهي ما باغاش اصلا تلجا للقانون التسري. هاد رويدة ستيل لا علاقه ما بين ايه ورويدة ستيل. ايه تغتصبت من 13 سنه وطالبنا على حقها وبغات تاخذ حقها، اما رويدة ستيل عندها 17 عام. اللي كتقارنوها ب ايه ملي كنا كنهضروا عليها تقولنا ايه ماشي قاصر، لا الفورمه ديالها كبيره، لا حقا ماشي قاصر، لا هادي، لا بغات بخاطرها. والرويدة ستيل اللي خارجه دابا كتجبه وكتكركر، ثم اللي كتقول لنا حقا دافعوا على رويدة ستيل راها قاصر، راها مسكينه مغتصبه، وهي خارجه كتكركر وكتقلي السم المتتبعين، وكتعاير الام ديالها باقا زايده فيه، بلاص ما تمشي تحشم وتضرك كمارتها ولا تحشمها على عراضها، قلي باها حداها وما كيهضر في موضوع اغتصاب، والبنت مكحلاها وعطينا التكركير والضحك على حتى شي حاجه ما كاينه. والمتتبعين كيتفقسوا، صحاب القنوات مساكن بكاو معاهم، اقسم لكم بالله لحنا ضد بوكريشه وبقات فينا يسرى، نقول لكم اللي كاين. ولكن ملي تفرجت في الفيديو ديالهم قبيله، انا البنت باقا كتكركر وباقا زايده فيه وكتعيب على امها، انا الجنه تحت اقدامي، الامهات من ام ما كنعترفش بها ام، وهذه الام ديالها ما دارتش في الخير، بقى عندي الخير في صحاب القنوات ولا في المتتبعين ديالها، باقا زايده فيه وباقا كتكلاشي في الام ديالها. يلا وزيدوا معايا، غادي غتطلع هادي وتبكي عليها في اليوتيوب ولا تدافع عليها، ولا من غدافع على الخنز، انا من غدافع الاب ديالها عاطيها للصغاريت، وشويه دابا جالس حدا في واحد القهوه كيضحكوها العصير، ها كي كافي كريم، ها كي هادي انتيا شربي هادي، والضحك والنشاط بحال حتى شي حاجه ما كاينه، بحال بنت ما واقع عليها والو. وعاد نطلعو حنا ندافعو عليها حقا مغتصبة قاصرة، مش انا اللي قاصر، مش هي اللي قاصر، هاد الحساب على هاد الحساب راه انا اللي قاصر. البنت ما هماش الشرف، مسوقاش اللي كتهضر بحال حتى شي حاجة ما كاينة، والله القسم الى علامة الساعة هي هادي، الشرف ديالها فقداتو، بقا كضحك عادي بحال حتى شي حاجة ما كاينة، وتقلي السم لامها باش عرفوها مسخوطة حادقة في الام ديالها، عاكل ما جوش تكلاشي السعاد. تشوفي الا كنتي ما تعتبري السعاد امك، السعاد ما بقاش كتعتبرك بنتها، لان سعاد بناتها اللي تعتبرهم بنات، وما غير حمروا لها وجهها، ماشي كحلوا لها وجهها. وما ديك فاطمه الزهراء حتى هي رغدة في طريق الهويه، كنتمنى الجمعيات والسلطات انهم يتدخلوا على القضيه وينقضوا ديك البنت فاطمه الزهراء من الاب ديالها، لان البنت راه كانت كتضحك بواحد الحال، بواحد الهستيريا حتى ماشي طبيعيه. ما تقولوش لي ان ديك الضحكه وديك التكركيره ديالها طبيعيه، مستحيل، لان ما كانت مع سعاد كانت كتضحك واحد الضحك شويه، اما مع الاب ديالها ولات كتهرم شي تهرايت حتى لهنا لهنا، عاد ولات كتبقى الضحكه ديالها باش تعرفوا تما راه كاين شي تخربيقه تما، يا اما البنت كتكون مخضره يا اما شي حاجه. حتى كل شيء ممكن مع هاد العائله المفارقه، يعني كل شيء ممكن، كل شيء كل شيء كل شيء توقعوه كل شيء. وقبيله جالسه مع رويدة ستيل كلمه جوج كتقول لهم باغا نصيفط بابا 20 عام 30 عام ديال الحبس، الله ما يمشي للحبس،
شوفي الا كانت شي حاجه راه غتبان غتبان، واخا الضر قلتي على الاب ديالك، واخا ديري اللي درتي، راه الحمد لله الطب في المغرب تطور والخبره الطبيه غتبين كل شيء، امتى اغتصبتي وشكون اللي اغتصب وكل شيء. واخا تكون غتجي شي واحد يمثل كبش الفداء او لا تروحوا على الباطن، الحمد لله كاينين جمعيات وكاين حقوقيين غيدخلوا على الخط، وهاد القضيه كتبان لي اكثر من مرات خيز. هاد القضيه تاعي حتى من مرات خيز راي ادبك الدريه الصغيره كانت كتخرج تقول لك مرات با مزيانه مرات با دايره، ولا نفس المشكل ديال الرويده ستي، الاب ديالي مزيان بعدو من الاب ديالي، واش كيقري واش كيحفظه، ولكن شوفوا قد ما طال الليل لابد ما غادي يطلع النهار من الاخر. واخا تعيا الدار قشم في الغربال، واخا تعيا تكلاشي السعاد، واخا تقولوا السعاد مريضه، واخا تقولوا اللي قلتو، غادي تبان الحقيقه غادي تبان. وبالنسبه للسعاد اللي كتكلاشي فيها كتقولوا مرا مريضه، هي عندكم الحق مريضه، لانها كانت تخدم عليكم وتضرب عليكم تماره وتقريكم وضربت عليكم تماره كما قلت لكم، وكانت تجيب لكم لقمه العيش. ديك الساعه تقولوا انها مريضه، بصح عندكم الحق تقولوا مريضه، ولو تكون هاد امك دابا مريضه كما كتقولوا راه كتبقى الام ديالك. تفكري غير الايامات الاولى كيفاش كانت معاك الام ديالك، كيفاش كانت كتعاملك، وكيفاش كانت كتهلا فيك، كيفاش كانت كتحسن بك. راه الفيديوهات ديالكم شاهدين كيفاش كنتو كاسره مجموعه واسره زوينه. بصراحه كنرجعوا الفيديوهات ديال من القدام، والله القسم لك كتجي ديك البكيه كتقول شو العائله كيفاش كانت وكيفاش ولات من دخلت على هاد السريعه، شوطات هما السريعه واحد الشويطه ما كايناش، وكتنتقم منهم شر انتقام، وكتقول لك حكا راه ما وقع والو، حنا مظلومين حنا ابرياء، وهي السريعه هي اللي كتزند العافيه، كتشعل العافيه تخرج الناس يضربوا في الام ديالها وتزندها وترجع للور بحال حتى شي حاجه ما كاينه. الشرف ديال بنتهم ما حزنوش عليه، وباغي نسحب القنوات حزنوا عليه، لا دافعوا لها كلنا فلانه كلنا فلانه، الله يعطينا غا وجهكم فلانه. كون كانت فعلا يسرى غتطلع وتبكي تقول لك فعلا ضاع عليا الشرف ديالي، او فعلا تعدى عليا شي واحد غنضامنوا معاها، ولكن هي طالعه كتكركر بحال حتى شي حاجه ما كاينه، والاب ديالها كيكركر حداها، وخذي العصير خذي الطنجيه خذي بوكليب لك حل، ويضحكوا ويلعبوا بحال حتى شي حاجه ما كاينه، وتنوض انت تحزن ودير فيديوهات وتدافع عليها. علاش غتدافع على الظلم على المنكر؟ راه خاصنا ندافعوا على سعاد اللي مرام ام مظلومه، خاصنا ندافعوا على سعاد اللي ام حقروها، خاصنا ندافعوا على سعاد اللي كيجاوبوا اربعه القنوات كيدوروا بحال الطرومبيه بربعه بهم، كل واحد يعلم فيديو. هذه هي اللي خاصنا ندافعوا عليها، نوقف مع الام بعدا. اما الرويده ستيل ربيها ما مسوقش ليها، باه اللي هو مسؤول عليها اللي خاصو يدافع عليها ما مسوقش ليها، عنده زيت ناقص. المهم هو الادسنس، المهم تكون الادسنس في الاخر الشهر، اما تبقى الشرف ديالها تدخل لي الدراري ماشي مشكل، عنده وهانية الشرف بحال على شي حاجه بسيطه ماشي مشكل عندهم. هما خوهم البيدوفيلو كانوا كيدافعوا عليه بقاعة رويدة ستيل، والله الا هادشي زعما كتشوف شي حوايج كيضرك في الخاطر وقسما بالله. والمهم الحقيقه غادي تبان شكون المغتصب الحقيقي، حنا اللي بغينا نعرفو، اما بلا ما تجيبونا شي واحد تطيحوا عليه الباطل يكون كبش فداء، حنا بغينا نعرفو المغتصب الحقيقي من الجزاء ديالو، وان شاء الله غتبان الحقيقه مع الايام. والسلام عليكم اخوتي.